بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، صدق الله العظيم. موضوع اليوم هو العنب، ثمرة أهل الجنة. موضوع اليوم راح يكون بالعنب الأحمر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. حياكم الله من جديد في قناة وصفات ماما سبعة. موضوع اليوم جدا رائع ومفيد. وصفة اليوم جدا إن شاء الله تكون مفيدة للجميع، للي عندهم مشاكل بالرحم، وخاصة اللي عندهم سرطان بطانة الرحم أو عندهم مشاكل في بطانة الرحم. راح أعطيكم وصفتين مع بعض، وصفة للناس العادية اللي عندها سرطانات عادية، وللسيدات اللي عندهم مشاكل في الرحم وخاصة بطانة الرحم أو سرطان بطانة الرحم. وصفة اليوم بالقرآن الكريم، وصفة اليوم راح تكون بثمرة الجنة اللي هي أو ثمرة أهل الجنة اللي هي العنب بإذن الله تعالى. ذكر العنب في القرآن الكريم 11 مرة، جملة من النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. ذكر في سورة الأنعام، ذكر في الآية 4 من سورة الرعد، ذكر في سورة النحل الآية 11، ذكر العنب في آيات كثيرة. يعرف العنب بثمرة الجنة. العنب له فوائد جدا عديدة وعظيمة. يعتبر العنب من أفضل الفواكه وأكثرها منافع. يؤكل رطبا أو يابسا على شكل زبيب. وسبق وأن سوينا وصفة للرحم أو التليف أو مشاكل الدورة وكل شيء بالزبيب، ورح أعطيكم بعد وصفات بالزبيب وفوائده للنساء والرجال إن شاء الله. يعني يؤكل رطبا يابسا أخضرا أو يانعا، فاكهة من فواكه، وقوتا من الأقوات، ودواء من الأدوية، وشرابا من الأشربة والعصائر اللذيذة. فهو مقوي للبدن وغذاؤه نافعا جدا. سبحان الله، أحيانا يجي صغير الحجم أحيانا كبير الحجم بالشكل هذا. المهم كله في فوائد، بس اليوم بالتحديد لبطانة الرحم راح نستعمل العنب الأحمر. حتى الأخضر زين بس الأحمر أكثر. العنب كاملا يعني مهما كان أحجامه ألوانه فهو جدا رائع، ليتخلص من الصداع النصفي. اللي عندهم مشاكل في الدماغ، عندهم صداع نصفي الشقيقة اللي هي الشقيقة، فهو علاج فوري. بعدين أعطيكم بالتدقيق كيف رح نستعمله للصداع. جدا رائع لعسر الهضم، لتهيج المعدة، اللي عنده مشاكل في المعدة جدا مفيد. اللي عنده دايما إمساك يخفف له من الإمساك بإذن الله تعالى. يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفيه مستويات ترطيب عالية جدا تساعد في علاج الرب. بس موضوع اليوم هو الرحم، بطانة الرحم، ورح أزيدكم فائدة لكل أنواع السرطانات. كيف رح نستعمله يا ترى؟ جدا سهل وبسيط أختي الفاضلة، أختي الكريمة. إذا كان عندك أنت نزيف بطانة الرحم وخايفة إنه تحدث لك سرطان، أو عندك أصلاً سرطان وما كنتي على طهارة، حد ثاني يسوي لك الوصفة. يقدروا حتى الرجال يسووها لسرطانات ثانية لا قدر الله، أو ليخاف إنه يكون عنده سرطان. فجداً رائعة الوصفة. إذا أنت ما كان عندك بس مشاكل في الرحم، تقدر تسويها لحالك. بعد ما تغسلي العنب الأحمر كمية قليلة زي هذه، تغسليها، تقومي تجيب العنب، تجففي العنب بالشكل هذا، تمسحي الحبة. طيب، راح تقصيها نصفين بالشكل هذا، شكل دائري. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشيل البذر منها، البذور كلها. طيب، كل البذور راح نشيلها، أن البذور ما رح ناكلها، بس نخلي الدوائر هذه الصغيرة. نحصل على كمية زي هذه معتبرة، أو كمية كأس، كمية كأس يعني شلنا النواة والبذور اللي جوا. يعني كل شيء فيه فوائد في العنب، حتى ورق العنب وساق العنب كلش فيه نصائح وفوائد ومكونات جدا راح تفيدنا. خايفة إنه يحدث عندك تأكسد أو يحدث عندك سرطان في الرحم، عندك مشاكل على مستوى الرحم؟ الإجابة بإذن الله تعالى راح تلاقيها في وصفة اليوم بإذن الله تعالى. لأن العنب يعتبر، العنب منشط قوي للكبد يقينا من السرطانات، مفيد جدا للسرطان، ما يخلي، ما راح يحدث أكسد، يعني راح يحافظ
على الخلايا زي ما هي، ورح يمنع السرطان ويمنع نمو الخلايا السرطانية نهائي، وإن كانت متواجدة يقضي عليها. إحنا شلنا النواة، سوينا البذر زي كده. أنت على طهارة، إن ما كان عندك نزيف تسويها لحالك، إن كان عندك نزيف حد في العيلة يسوي لك هي، سواء رجال أو حرمة. تغطي شعرها، تكون على طهارة وضوء، تتجه على القبلة زي ما كنا نسوي دائما بإذن الله تعالى، وتقرب الكمية اللي هي نفرض إن كمية كبيرة حصلتي عليها، تقربيها على الفم، تقري الآية الأولى من سورة النساء، وتقري الآية 5 و6 من آل عمران، وتقري الآية 8 من سورة الرعد، كلهم تقريهم 11 مرة 11 مرة 11 مرة. يعني الآية الأولى من سورة النساء 11 مرة، الآية 5 و6 من آل عمران 11 مرة، والآية 8 من سورة الرعد 11 مرة، لأن العنب ذكر في القرآن الكريم 11 مرة. تقربيه بنية الشفاء، وتاكليه أي وقت ما عندك، يعني على البطن فاضية مش فاضية عادي تاكليه أي وقت، ولا تقشريه، يعني خليه بالغلاف حقه. جدا مفيد ورائع، ورح يختفي عليك النزيف، رح تتصلح بطانة الرحم، رح يتجدد الرحم بإذن الواحد الأحد. خلوا أملكم في الله كثير، ادعوا لبعضكم اللي بتشاهد الفيديو، ادعوا للمرضى كلهم إنه ربنا يشفيهم. حاولي تسويها يعني من المرة الأولى، إن شاء الله رح يكون مفعولها جدا رائع. حاولي تكرريها. اللي ما عندها هذه المشاكل بس عندها مشكلة في الرحم أو اختلال في الهرمونات أو أي شيء فيها، تستعمل هذه الوصفة. بالنسبة للرجال، وقبل ما نرجع لوصفة الرجال، أقول لكم شجعوني بلايكات، اللي زارنا أول مرة في قناة وصفات ماما ينزل تحت يشترك ويفعل زر الجرس ليصلك الجديد بإذن الله. إذا كنت حرمة أو رجال أو عندك مشكلة ثانية غير الرحم، في مشاكل في البروستات، في مشاكل في الكبد، أنواع السرطانات، وخفت على نفسك، راح تسوي هذه الطريقة، بس مو النواة كده. بعد ما تشيل البزر تقوم تسويها في العصارة، يعني تخلطها، تحصر الحبة، يعني يصير عصير العنب الأحمر، يصير عصير بدون نواة اللي هي جوا. نسوي نفس الطريقة بس ما نقشر هذا الجلد، نشيل بس البذر ونعملها في الخلاط لين يصير عصير، بعدين نصفيه في منخل، راح النواة تكون هذا الجلد اوت برا، وناخذ بس العصير. بس ايش الآيات اللي راح نقراها؟ ما راح نقرا الآية الأولى من سورة النساء والآية 5 و6 والطريقة هذه والعدية هذه تماما، احنا راح نقرا سورة المؤمنون 3 مرات، سورة المؤمنون 3 مرات، وعليكم بالعافية. إن شاء الله تختفي الخلايا السرطانية، إن شاء الله تحافظوا على أجسامكم. إن خفتوا إنه يحصل لا قدر الله شيء، حتى سرطان الثدي، المرء، المعدة، كلش هذا، إن شاء الله بحق الواحد الأحد راح تحصلوا على قوة وبدن وجسد رائع، وراح تختزلوا السرطان إذا كان موجود. إذا لم يكن موجود إن شاء الله رب تتفادوه نهائي. ربنا يشفي الجميع، ادعوا لبعضكم، أحبكم في الله، وأشوفكم في وصفة جديدة وسهلة وبسيطة زي وصفة اليوم بإذن الله. مع